سئل جورج جرداب عن علي عليه السلام فقال: ماذا أقول في علي؟ درة يتيمة خلقها الله وصابها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما كان النبي صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام صنوان أو ضوءان، فقد كان القرآن ونهج البلاغة صنوان لا يختلفان. فالقرآن كتاب مبادئ وعقائد أنزله الله تعالى سبحانه، ونهج البلاغة وثيقة تطبيق وتنفيذ لمبادئ هذا القرآن. ولا نستغرب بعد ذلك إذا وجدنا ذلك الانسجام الكامل بين النهج والقرآن. فالنهج يستخدم كثيرا من تعابير القرآن، بل يشرح بعض سوره ويستشهد ببعض آياته. وكان الإمام علي عليه السلام يقول لأصحابه دائما: تمسكوا بحبل القرآن واستنصحوه. مع الباحث المدقق في علوم النهج ومعارفه نلتقي على صعيد الحب والنور ليحدثنا عن تفسير القرآن في نهج البلاغة والبيان مع الأستاذ الكبير الدكتور أسعد علي. من أسماء الله الحسنى.
فيهم يطلقوا شيئا ما من الرحمن. الرحمن علم القرآن، هيك السورة تقوم سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الرحمن. الآن الرحمن كلمة واحدة، اسم من الأسماء الحسنى الموازية لله، ادعوه الله ادعوه الرحمن. إنما اليوم تفسيريا وللحظة التي يقتضي مقامها الارتفاع، الرحمن التركيب هو توقيع بالسور الخمس التي تبدأ ألف لام راء، تذكرون في سورة يونس السورة العشرة، سورة هود 11، سورة يوسف 12، سورة إبراهيم 14، وسورة الحجر 15. المهم خمس سور نترك طبعا سورة الرعد لأنه ألف لام ميم راء وليست ألف لام راء. إذا خمس سور ألف لام راء وسبع سور حاء ميم والسورة واحدة نون، فإذا خمسة وسبعة 12 وواحدة 13. الرحمن هذا الحروف المقطعة في أوائل السور التي حيرت أولي الألباب وهم يتساءلون ما معنى هذه الحروف المقطعة في أوائل السور. في الواقع هي ألف لام راء الحروف الأولى من الرحمن، حاء ميم الحروف الوسطى من الرحمن، نون من الرحمن. والتلون عند التدقيق والتحقيق أن بعد ألف لام راء تلك آيات الكتاب، حاء ميم تنزيل منه. فإذا الرحمن هذه الحروف الثلاثة السور 13 هي توقيع للرحمن، من هو الرحمن بيجي 14، الرحمن علم القرآن. هذه التحية الرحمانية الأولى. ومع ذلك رغم كل هذه العظمة للرحمن، أحيانا عباد الرحمن يتجلى لهم أمر من الرحيم، يحكى عن آية من آيات الله الكبرى، يوم أخذه حال لم يعد يستوعب المكوس في خلوته، فخرج وسار في الطريق فسمع صوت أطفال يتعلمون القرآن، دخل إلى هذا المتعلم يعني الحضانة حيث يتعلمون القرآن وجلس بين الأطفال. عندما معلم التجويد وصل دور الشيخ السيد آية الله العظمى مولانا السيد، فضل اقرأ، قال بسم الله الرحيم، عرفنا الموطن وين، بسم الله الرحيم. قال مولانا، قال بسم الله الرحيم، قال مولانا البسملة، بسم الله الرحيم. قال يا مولانا وين رحت بالرحمن؟ قال والله عم بقول انها قصيرة يعني الموسيقى تبعها قصيرة. المقصود كان السيد هذا الرحمن يتصرف بشؤون الكون الظاهرة العالمية، والرحيم يتصرف بشؤون الكون الباطنية الداخلية، ولذلك كان الحال الرحيمي مستولي استيلاء تاما على هذا العالم الجليل الفقيه، فغيبه عن كل شيء إلا الرحيم، فقال بسم الله الرحيم. أنا اليوم لحسن الحظ أني أسلم عليكم بسم الله الرحمن الرحيم، يعني باطن وظاهر على ما يرى.